طعام حافل بالعطاء وفعل الخير وإغاثة الملهوف، تلك ثمرات العطاء التي قدمتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف في العام 2015. انتشار واسع حول العالم ومشاريع إنسانية تجاوزت 3000 مشروع استفاد منها أكثر من 12 مليون محتاج في 97 دولة. وسعنا دائرة نشاطنا الإنساني مركزين على النوعية والتنموية والاستدامة كمنطلقات مهمة في عملنا وقراراتنا وتلبية لتوجيهات المؤسس ومتطلبات المرحلة الراهنة، فقد تم إطلاق حزمة من المبادرات النوعية الرائدة على مستوى الإقليمي والدولي، خصوصاً في مجالات التعليمية والمجالات الصحية. لغة الأرقام طغت على حفل إعلان حصاد المؤسسة السنوي، مشاريع تجاوزت تكلفتها 400 مليون ريال في الخارج وأكثر من 100 مليون في داخل قطر. إيرادات هذه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى 611 مليون مقارنة مع 312 مليون العام الماضي، وتم صرف كثير من هذه المشروعات في مجال استجابة الكوارث ونجدة الملهوفين وإغاثة المنكوبين على مستوى العالم. أضف إلى ذلك أيضا المساعدات داخل المجتمع القطري ومجالات التوعية والمشروعات الاجتماعية اللي تخدم قطاع كبير جدا في دولة قطر. الحصاد الحقيقي يعطينا إشارة مهمة جدا أن المؤسسة ماضية في طريقها الصحيح. طبعا لا شك أن التوقعات دائما أكبر، ونحن نحرص دائما على موضوع التطوير في المؤسسة من خلال تطوير الاستراتيجيات، تطوير الأهداف، تطوير أيضا الفكر. مشاريع المؤسسة الخيرية في الداخل والخارج تنوعت ما بين مشاريع إغاثية وتنموية وصحية ومشاريع ثقافية واجتماعية وتعليمية، وهي مشاريع تهدف في مجملها إلى دعم الأسر المحتاجة محلياً والارتقاء بالمجتمعات الفقيرة عالمياً. الجمارك القطرية الأولى خليجياً في معيار النزاهة، وتحتل المركز العاشر من بين 140 دولة بتقرير التنافسية العالمية. قفزة نوعية حققتها الجمارك القطرية بفضل الجهود والاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الهام في الدولة. إنجازات لم تأتي من الفراغ، فقد اهتمت الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً ومهنياً على عدة مستويات. نظام العمل يخضع لأعلى معايير النزاهة. هنا في إدارة الجمارك البحرية تعمل على مراقبة حركة البضائع الواردة والصادرة عن طريق الموانئ البحرية، وتقوم بتفتيش ومعاينة وسائط النقل والبضائع والأشخاص. إدارة الجمارك البحرية تتميز بتسهيل والإجراءات والرقابة الجمركية على منافذ الدولة البحرية. هناك 4 منافذ في الدولة تحت إشراف إدارة الجمارك البحرية، وهما ميناء الدوحة الميناء الرئيسي للدولة، وميناء رويس، وميناء رأس لفال، وميناء أم سعيد. دور الهيئة أو دور الإدارة تسهيل الإجراءات في مقابل الحفاظ على الأمن والحفاظ على الإجراءات والحفاظ على سلامة البضائع عند دخولها للدولة. طبعا الهيئة في سعيها الحثيث لتسهيل الإجراءات قامت باستخدام كافة التكنولوجيا الحديثة الموجودة، ذلك لتسهيل الإجراءات الجمركية للتخليص على هذه البضائع والبحث عن أي ما يخالف القانون دخوله للدولة. مهام عديدة تقوم بها جمارك الشحن الجوي والمطارات،
كمراقبة حركة المسافرين والبضائع، إضافة إلى استقبال المعاملات الجمركية الخاصة بالتخليص على البضائع المسموح بدخولها إلى البلاد، وإتمام الإجراءات الجمركية وفق نظام إلكتروني متطور يسهل كافة الإجراءات ويقدم خدمات جمركية وفق أفضل الممارسات العالمية. منفذ أبو سمرة الحدودي، بوابة البلاد البرية. تعبر الآلاف من السيارات من هنا. عملية العبور والتخليص الجمركي تأخذ عدة دقائق فقط. تدرك الهيئة العامة للجمارك متمثلة في إدارة الجمارك البرية أهمية منفذ أبو سمرة باعتباره المنفذ البري الوحيد على مستوى الدولة. عندنا ثلاث أقسام، قسم جمرك الشحن البري، وعندنا قسم جمرك الركاب، وعندنا قسم الإيرادات والتدقيق اللاحق. عدا عن الخدمات المميزة، تقوم الجمارك القطرية بأدوار بارزة من أجل حماية أمن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي، وذلك بفضل كفاءة كادرها البشري القطري 100% في كافة المنافذ. أنا مشاركة في برنامج جوائز صوت المتعلمين. البرنامج هو جامع 32 شخص من 29 دولة مختلفة أن يشاركون في البرنامج التعليمي، أن يسوون لنا ورشات قيادية وتعليمية عن نظم التعليم حول العالم، وفي وخلال البرنامج إحنا نكون فرق ونسوي مشاريع عشان نحل مشاكل في التعليم في المجتمع أو حول العالم. المهارات اللي نكتسبها من الورشات، وأنا أشوفها كفرصة إن نعطي أكثر من ما نأخذ. يعني خلاص تعلمنا، إحنا تعلمنا وتخرجنا الحمد لله بكل سهولة، لكن غيرنا ما تعلم، غيرنا واجهت صعوبات. فمن خلال هالبرنامج إن شاء الله نقدر نعطي للمجتمع والمحلي والدولي بشكل عام.